السلام عليكم وأهلا بكم جميعا على قناة جيلة شانيل. إخوان الأخوات، نتمنى أنكم تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة وانتم تشوفوا هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو مهم، غادي يكون فيه معلومات ويكون فيه نصائح، كما أنه هذا الفيديو هذا درته خصيصا بالنسبة للأخوات اللي قالوا لي جليلة راجعي معنا بالنسبة للاستعدادات ديال الأوراق اللي خاصنا ناخذه. يعني هذا الفيديو هذا غادي نقول لكم الأوراق اللي خاصكم تاخذوا، غادي نعطيكم معلومات مهمة مسافر مع وليداتكم، غادي كذلك نقول لكم الشروط بالنسبة للوائح ألف وباء، غادي نقول لكم فوقتاش اللاج ديال وليداتكم باش أنكم ديروا البي سي آر، غادي نقول لكم كذلك بالنسبة أنه اللائحة ألف واللائحة باء شكون اللي خاصو تحليل بي سي آر تاع 72 ساعة وشكون خاصو ديال 48 ساعة، غادي نتكلم لكم بالنسبة كذلك للجنسية الفرنسية، غادي نقول لكم كذلك نخلي لكم لليان ديال إذا كان شي فورميلاغ محتاجينها باش تخرجوها. يعني فيديو مهم للجالية المغربية اللي غادي تسافر، وغادي نتكلم على اللائحة ألف واللائحة باء، وغادي نتكلم كذلك على الرحلات الجوية وعلى الرحلات البحرية. تابعوا معنا لافيديو. بالنسبه لهذا لافيديو كيف قلت لكم مهم، نبداو بالنسبه لاول حاجه غادي نتكلم لكم بحال اللي انا راني مسافره، تابعوا معايا باش هكذا تعرفوا. اولا قبل ما توجدوا الباجاج ديالكم وانكم تجمعوا يعني لي فاليز وتجمعوا الكادويات وتجمعوا الورقات، هما الاول يعني الورقات هما الاول. هذه اول نصيحه غادي نقولها لكم. بالنسبه خاص يكون عندكم جواز السفر ديالكم عنده يعني ما منتهيش الصلاحيه، غادي كنهضر على بالنسبه سواء الناس اللي عندها الجنسيه الفرنسيه او الناس اللي عندها الجنسيه المغربيه. في حالة ما واحد كان عنده الجنسية مغربية باسبور يعني خضر وأنه كان جواز ديالو يعني منتهي الصلاحية، في هذه الحالة تقدر أنك دير واحد الحالة استثنائية أنك تمشي للقنصلية المغربية وأنك تجيب ما يسمى ليسي باسي. صافي تفهمنا هذه في حالة ما، ولكن من الأحسن أنه يكونوا الورقات ديالكم يعني مقادين وما منتهينش الصلاحية. كذلك بالنسبه لاكارت ديدونتيتي، يعني الناس اللي ساكنين هنايا فرنسيين لاكارت ديدونتيتي ديالك كذلك تكون انها في تاريخ صلاحيه. كذلك بالنسبه للاخوان والاخوات اللي عندكم لاكارت ناسيونال ديال المغرب، لاكارت ناسيونال ديال المغرب كيجيني اسئله واش اذا كانت كامله ليا معليش نقدر نمشي بها؟ اه تقدر تمشي بها، ولكن من الاحسن انه الواحد يكون كل شيء عنده فاليد ويكون كل شيء عنده الورقات، ولكن هذا لا يمنع انه الا كانت عندك لاكارت ناسيونال دايزها الوقت انهم ما غاديش يدخلوك، لا يقدروا يدخلوك واخا عندك لاكارت ناسيونال فايتها الوقت يعني ما درتلهاش تجديد. كذلك بالنسبه حتى للناس اللي عندهم تيتر دو سيجور، بالنسبه لو تيتر دو سيجور هذا الامر غادي نقوله لكم، كيقول لك انايا مثلا عندي غير واحد المهم عندي فيه غير عام مثلا وراني باغي نمشي وراه قرب يكمل ليا، هذه معلومه كذلك سمعوها الاخوه والاخوات. هنايا بفرنسا التجديد باش انكم تجددوا الورقات نتاعكم فهاد المرحله ديال الكوفيد راه خص تقريبا 3 شهور قبل باش انكم تدفعوا الطلب باش انكم ديروا التجديد نتاع لاكارت نتاع يعني لو تيتر دو سيجور ديالكم، كيف ما كان عام ولا 3 سنين ولا 4 سنين ولا سا ديبون شنو عندكم ياكو. فاش انه مثلا طحتي في واحد لا سيتوياسيون انه راك يلاه دفعتي وعطاوك هذاك الروسي، اه تقدري بهذاك الروسي اللي عطاوك انهم غادي يجددوا لك انك تسافري، ولكن هذا لا يعني انه صافي غير عندك الروسي راك غادي تقدري انك تسافري. تقدري تسافري، سمحوا لك انك تسافري، ولكن انت في هذا الظرف المستجدات نتاع هذا الوباء هذا خاصك ديري يعني الاحتياط نتاعك. الناس اللي كتقول لي غادي يكمل لي تيتر دو سيجور مثلا في شهر 9 ولا في شهر 10، خاصكم تعرفوا انه قبل يعني على الاقل راه في شهر 8، فاش خاصكم ديروا يعني قبل شهر 8 خاصكم تكونوا هنا في فرنسا باش ديروا لا دوموند باش تتفاداو اي مشكل واي تعطال. صايي هادشي راني كنقول لكم يعني معلومات مهمه. قلت لكم توجدوا الباسبور، توجدوا كارت ايدونتيتي ديالكم ولا تيتر دو سيجور ولا لا كارت ناسيونال. كذلك خاصكم تيليشارجيو التذاكر ديالكم، خاصكم تيليشارجيو التذاكر ديالكم. شوفوا غادي نعطيكم بزاف ديال المعلومات اللي هما مزيانين يعني غير تابعوا واخا جا الفيديو شي طويل. كذلك خاصكم البطاقه الصحيه للمسافر، خاصكم تيليشارجيوها وديوها معكم اذا كنتوا اسره، راه كل واحد فيكم خاصو البطاقه الصحيه. ها هي البطاقة الصحية، نخليكم ها هي هذه هي البطاقة الصحية، خاص كل واحد فيكم تكون عنده هاد البطاقة الصحية. كتكونوا انكم ديروا المهم ساهل يعني غير هنايا بحال مثلا هنايا كتكون التاريخ نتاع الوصول ديالكم، رقم المقعد هنايا مثلا، الرقم ديال الرحلة، يعني كتعمروا لي كوردوني كاملين.
هاد الورقة هادي خاص كل واحد فيكم تكون عنده هاد الورقة، تعمروها كامل، الرحلة، الرقم ديال جواز السفر، النمرة ديال التليفون ديالكم هنا بفرنسا وفي المغرب، فين غاديين، الإيميل ديالكم، واش كان مثلا أوكي، وكتبقاو كذلك تجاوبوا على نعم أو لا إذا كنتوا في الحالات مثلا أنكم كنتوا كتخدموا في المستشفى أو أنكم كانت قاستكم الحمى من قبل. يعني هاد الورقة تكون عند كل واحد فيكم. نزيدوا هاد في فاش راني واصله قلت لكم البطاقه الصحيه هذه، يعني النصيحه رقم 4. كذلك شهاده التلقيح تكون كامله، شهاده التلقيح تكون كامله بمعنى انك درت الجرعه الاولى ودرت الجرعه الثانيه وانه داس جوج الاسابيع من بعد الجرعه الثانيه. بالنسبه للناس اللي كتقولوا لي انني دايره غير جونسون اد جونسون، اذا كنت دايره غير جونسون اد جونسون راه مكتوبه لك اختي في الورقه ديال الشهاده انه واخا جرعه واحده ولكن انه تلقيح كامل. يعني ما تخافيش، تنتي راكي مدرجه في اللائحه ديال الناس لانهم محترمه. يعني التلقيح عندك تلقيح كامل وعندك جوج الاسابيع من مور هاد الجرعه. كذلك بالنسبه للناس ديال بي سي ار، الناس اللي يديروا بي سي ار، اللائحه الف تختلف على اللائحه باء. اللائحه الف غادي ديروا بي سي ار واللي يتفعل ابتداء من اليوم 6 في شهر 7 2021 مع 11 الليل و59 دقيقه. البي سي ار يكون لا يتجاوز 72 ساعه. اعيد، البي سي ار لا يتجاوز 72 ساعة بالنسبة للأشخاص الغير ملقحين واللي بغاو يسافروا للمغرب. إذا كنتوا غادي تسافروا اليوم مثلا، اليوم عندكم الطائرة، اليوم راه مثلا نقول لك عندك الطائرة مور الظاهرة، راه ما ينطبقش عليك هاد القانون، حيت غادي يبدا قلنا مع 11 و59 دقيقة اليوم ليلا بالنسبة للائحة ألف. أما بالنسبة للائحة باء، الأشخاص الغير ملقحين فهم يديروا بي سي آر ديال 8، لا يتجاوز 48 ساعة، وغادي نرجعوا لهاد الشروط هادي. دابا راني كنقدم معاكم الوراق اللي قلت لكم، قلنا جواز السفر، كارت ديدونتيتي، تيتر دي سيجور، كارت ناسيونال، تيليشارجيو التذاكر عبر الانترنت، البطاقة الصحية للمسافر واللي ها هي وريتها لكم، كذلك شهادة التلقيح كاملة يكون دايز عليها جوج الأسابيع، أو أنه يكون عندكم بي سي آر. دابا نمشيو للأطفال. كي النهار اللي خرجت وزارة الصحة في النهار الأول فاش تلقوا الرحلات نتاع ما بين فرنسا المهم والمغرب، المهم ما بين أوروبا كام، يعني فاش المغرب فتح الحدود، قالوا وزارة الصحة على أنه الأطفال اللي من 11 سنة الفوق عادي يديروا يعني لو بي سي ار. لكن مؤخرا في لو سيت نتاع لا رويال ار ماروك، وانا قريتها وهي هادي نشوفها نخليها لكم هنا، اذا عاودت رجعت ولقيتها غادي نخليها لكم في لا فيديو تشوفوها، كاتبين على انه هكذا يعفى، هاي يعفى الاطفال اقل من 10 سنوات، يعفى الاطفال اقل من 10 سنوات. ما معنى؟ اذا كان وليدك او بنتك عندها 10 سنين خاصها دير بي سي ار، اذا كان عندها 10 سنين وساعة خاصها دير بي سي ار، اذا كان قل من 10 سنين ما ديرش بي سي ار، كان 10 سنين دير بي سي ار او يدير بي سي ار وليداتكم. هذا هو اللي حاليا راه كاين، تفهمنا؟ اما فاش تكونوا راجعين لفرنسا طبيعة الحال فرنسا كتطلب من 11 سنة الفوق، يعني ما تحتاجوش اذا كان وليداتكم يعني عنده 10 سنين ما يحتاجش انه فاش يرجع لفرنسا يدير بي سي ار، حيت فرنسا طالبه 11 سنه فما فوق. اما المغرب دابا حاليا واللي كاتبين يعفى الاطفال اقل من 10 سنوات، يعني اذا كان عنده 10 سنين خاصو يدير بي سي ار. هنا غادي ندخلوا اذا كان الوليدات مسافرين مع الوالدين ديالهم، سمعوني هنايا في هذا الامر هذا، جاوني دي كومونتير ولذلك درت هذا لا فيديو، قالت لي انا عندي باسبور خضر وليداتي عندهم باسبور احمر. غادي وليداتك نعم يقدروا يسافروا معاك، غادي تسافروا معاك وليداتك، ولكن سمعي الاخت غادي نقول لك، غادي تاخدي معاك يا اما عقد الازدياد يا اما الحاله المدنيه، يا اما تصوري الباسبور ديال راجلك، يا اما تصوري الكارت ديدونتيتي ديالو ولا تيتر دي سيجور. ولا غادي نقول لكم، نعطيكم مثال، مثلا نقولوا ام سميتها، نعطيكم مثلا مثال يعني المهم، مثلا سميتها بالعربي الشعيبيه، نعطيكم مثال، وبنتك مثلا سميتها سكينة عامر، المهم هادو وليداتك اللي هما اطفال واخداهم معاك سافر، يقول لك وليداتك كيفاش غادي نعرف انا بلي وليداتك؟ نعم هادو وليداتك، كي دار غادي باش غادي نعرف؟ يعني خاصك ما يثبت ان هاد سكينة عامر
هي بنت العربي الشعيبية. المهم ما تضحكوش عليا، عطيت لكم الاسماء ديال المداولة، فهمتوا؟ يعني خاص اوبليجي، قلت لكم اما يكون عندك يعني ليفريت فامي ولا الحاله المدنيه ولا عقد الازدياد، شي حاجه ما يثبت. والاخت اللي سافرت للدار البيضاء وخلات لينا في الفيديو اللي نظن هذه درتو، المهم درتو البارح ولا البارح، وصلت للدار البيضاء، هي مشات مع وليداتها، عرفتوا شنو طلبوا لها؟ طلبوا لها بما انه الزوج ديالك ما مسافرش معاك، اعطينا لوتوريزاسيون بلي انه وليداتك يسافروا معاك، ولكن غادي نرجع لكم لهذا الامر نتاع لوتوريزاسيون اذا شي وحده طاحت فيه، اشنو خاصك تجاوبي؟ هي قالت لي لحسن الحظ انه كان عندي عقد الازدياد في الساك، وهما اللي سهلوا لي، سينو ما كانوش غادي يخلوني نسافر، وراني درت الكومونتير نتاعها يعني راه باين في لا فيديو. تفاهمنا في هذه النقطه؟ تفاهمنا. الحالة المدنية ولا عقد الازدياد ولا صورة الأب نتاع الباسبور ولا ديال البطاقة ديالو هنايا بفرنسا. في حالة كذلك غادي نقول لكم واحد الهضرة، بحال دابا هاد السيدة هادي مسافرة مع وليداتها، وقالوا ليها خاصك تعطينا لوتوريزاسيون. هاد لوتوريزاسيون ما يسمى لو أ اس تي، سافي دير اوتوريزاسيون دو سورتي دي تيريتوار. هاد لوتوريزاسيون هي القانون ديال 2 نوفمبر 2016، كتعطى في حالة ما الوليدات كانوا هادي يسافروا يعني قاصرين مينور مع شي واحد، ولكن ماشي الوالدين ديالهم. انا مثلا نقولوا هادي نسافر، وغادي يقولوا ليا راكي مسافره مع ولدك ولا مع بنتك، خاصنا لوتوريزاسيون بارونتال. الجواب اللي غادي نجاوب لهم، غادي نقول لهم انا يعني اوتون كو بيرسون، يعني انا الام ديال هاد البنت، سافري ما كاينش شي حاجه اللي تثبت انا هي الام ديالها، ولا غادي، ولكن غادي تقولي لهم انا يا هو انا هي لا بيرسون ليغال. فهمتوا؟ اذا سافرت مع الوالد ديالها الاب ديالها، غادي يقول لهم انا هو لا بيرسون ليغال، نقدر نوريكم لو فري فامي، نقدر نوريكم عقد الازدياد، ولكن لو ا اس تي يعني لوتوريزاسيون دو سورتي تيريتوار، اولا لوتوريزاسيون دو سورتي دو تيريتوار ماشي، ما تطلبش في الحاله ديالي، حيت وليداتي مسافرين معايا انا هو بيرسون ليغال، ماشي غادي يسافروا مع شي حد اخر. فهمتوا؟ يعني تقدروا تقولوا هكا، ولكن يطلب منكم انكم تجيستيفيو. هاد بالنسبه لوتوريزاسيون دو سورتي دو تيريتوار. غادي نخلي لكم كذلك الفورمولير في صندوق الوصف، اي حاجه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، والرقم ديالها اللي هو 15 646. غير اون فوا تدخلوا انترنت تكتبوا فورمولير 15 646، ديراكتومون غادي يعطيكم اوتوريزاسيون دو سورتي دو تيريتوار. هذه في حاله ما اذا كان شي واحد محتاجها، ها هو راني شرحت لكم اشنو. اما اذا كنت انت هي لا بيرسون ليغال اللي غادي تسافري مع وليداتك، كتحتاجي فقط عقد الازدياد، ولا تحتاجي صوره ديال الاب، ولا تحتاجي ليفري فامي. تفاهمنا؟ نظن اني يعني وصلت لكم الفكره كامله. دابا غادي عاد نزيدو ندخلو في الشروط. بالنسبه للاخوات اللي قالت ليا على انها باغيه لو ليان باش انها نتاع هذيك يعني غادي تسافر وعندها ان موتيف، قالت لك الزوج نتاعها توفى له شي حد، واش هي تقدر تسافر معاه على اساس ان هذاك الموتيف؟ نعم تقدري اذا بغيتي ديري وهما هنايا الناس اللي عندهم باسبور احمر وما دايرينش الفاكسان، يديروا يعني غير بي سي ار، تسمى اتيستاسيون دو سورتي دو تيريتوار. هاد لاتيستاسيون دو سورتي دو تيريتوار ميتروبوليتان فيغ ان بيي دو لا زون اورانج. هادي تقدروا انكم يعني تامبريميوها وحده ليك وحده للزوج ديالك، وعندكم نفس الموتيف، يعني عندكم نفس السبب الاضطراري اللي غادي تمشيو من اجله. كذلك غادي نحاول نحط لكم ديال هاد لاتيستاسيون دو سورتي دو تيريتوار ميتروبوليتان فيغ اون زون اورانج كذلك في صندوق الوصف. دابا غادي نمشيو عند حاجه اخرى اللي بغيت انني نقولها لكم، وهذه داخله عاد في النصائح. خوتي خواتاتي، مين تبغيو تسافروا خذوا معاكم البطاقه ديال الدم ديالكم، نمشي نجيبها لكم ونرجع. ربما الكثير منا ما كيهتموش انهم ياخذوا بحال هاد الوريقات، ولكن في السفر ثقوا بيا راه هاد الوريقات هادو مهمين. ها هي الكارت دو جروب سانغا، هادي ديال انه باش تعرفي وشنو النوع ديال الفصيله ديال الدم ديالك وربما تحتاجوها. هيا نوريكم انايا فقط المعلومه، انايا عندي ا بلس سي، هادو يعني حوايج اللي خاص، هادي ديما عندي انايا في الصاك ديالي، ديما عندي في الصاك ديالي، يعني نخدم ولا ما نخدمش ولا ديما عندي في الصاك ديالي. خاصكم تعرفوا كذلك فصيله الدم مثلا ديال الزوج ديالك، نتاع وليداتك، هاد الحوايج يقدر يبان لكم سي دي شوز كي سون بانال، يعني عاديين تافهين، ولكن هاد الحوايج راه مهمين. كذلك بغيت نقول لكم هنايا بالنسبه
اذا قدرتوا انكم مثلا، هادو نصائح كذلك راه كنعطيهم لكم، الورقات ديالكم فاش تمشيو للبلاد ما تعطيو حتى شي واحد يدسهم لكم، نتوما دسوا ورقاتكم بوحدكم بطريقتكم بمعرفتكم، فهمتوا؟ ما تقوليش وي عطيت الورقات لمرت خويا غادي يدسهم لي، ولا عطيت الورقات ما نعرف شكون غادي يدسهم لي. هادو نصائح راني نقولهم لكم يعني بكل شفافية، نمشي للمغرب ندس ورقاتي بطريقتي اللي انايا نعرفها، ونخرج غير بلا كارت ناسيونال ديال البلاد حيت راني في المغرب. سيد تفهمنا في هذا الامر. كذلك هنا غادي نقول لكم واحد الحاجه وقعت ليا واللي من خلالها بقيت كل ما نهود للمغرب، يعني قبل ما يصير هذا الشيء ديال الكورونا، كنهود معايا ليفغي دو فامي، كنهود معايا عقد الزيه، عقد الزواج، كنهود معايا كل شيء. نقول لكم واحد المره بعجاله كنا في البحر، يعني في الجهه ديال كاب دولو. كاب دولو الناس اللي ما كيعرفوش هو واحد الجهه ديال البحر اللي كاينه في المنطقه الشرقيه. كنا انا والزوج ديالي كنتمشاو على واحد السور نتاع كاب دولو، الناس كاب دولو راهم عارفين، على الجهه من هنا مثلا كاين البحار وكاين الصخور الكبرى، والجهه من هنايا كاين البور فين كاين يعني المهم الباطوات وكل شيء. كنا كنتمشاو يعني رحنا كنتاراو، جا واحد المخازني تبعنا انا والزوج ديالي، قالنا ما تمشيوش ممنوع عليكم تمشيو بهاد الجهه تمشاو. حنا بغينا نفهموا كيفاش هادي ممنوع، ما كاين حتى شي حاجه التي تمنع، يعني راك بحال نقولوا ارض الله راكي كتمشاي. قالنا لا. هو علاش قالنا لا ما تمشيوش؟ حيت هو في البال ديالو وعلى حسب ثقافته على انه اي واحد غادي يتسارى مع وحده راها ما غاديش تكون مرتو، يعني شوفوا الثقافه كيفاش دايره، يعني اذا كان شي واحد مقود مرتو ويتمشى معاها ويسارى وفرحانين، ثقافه نتاعنا انه هذاك السيد باينه هذيك ماشي مرتو، حيت حنا في ثقافتنا على انه السيد هو اللي كيسبق وانه يتمشى، ويعني والزوجه ديالو هي راها تمشى من موراه، هو راه سابقها، فهمتوا؟ جا قالنا على انه ما خاصكمش تمشيو مع هذيك الطريق. قلنا له علاش؟ وشنو هو؟ هضرت انايا قلت له ضاربين 1800 كيلومتر باش غادي تجي، درك انت تقولنا ما تمشاوش هنا، انا ما كيبان ليا حتى شي حاجه، وريني شي حاجه اللي تبين انني ما خاصنيش نتمشى هنايا. منين قلت له ضاربين 1800 كيلومتر، يعني حنايا لسنا يعني من يعني بحال نقولوا ما ساكنينش، ما رحناش ساكنين في المغرب. قالنا وريولي ما يجيستيفي. تما ما كناش مخرجين معانا وشنو جيستيفي. وفي هذيك الوقيته كانت لا كارت ناسيونال ديال المغرب ما عنديش فيها لادريس ديالي هنا في فرنسا، كان عندي لادريس ديالي فيها عاد في المغرب، وشنو هادي تبين؟ فهمتوا؟ جا قالنا لا ما تمشى، يعني حنايا خاصنا اننا اوكي ما رجعنا، يعني نقول لكم زعما شوفوا العقل، ابتداء من هذاك العام كل ما نزل المغرب كنهود معايا ليفغي دو فامي، وكنزل معايا عقد الزواج، وعقد الزواج بطبيعه الحال كنت كنحتاجه فاش كنا كنسافروا وكنباتوا في شي اوتيل. هادو فقط نصائح عطيتهم لكم. دروك غادي ندخلوا للشروط. الشروط اذا كنتو في اللائحه الف الناس ديال اوروبا، ابتداء من اليوم على 11 و9 و50 دقيقه ديروا بي سي ار 72 ساعه، الحمد لله. بالنسبه للاشخاص واذا كنتو ملقحين ما ديروش بي سي ار اذا كان دايز عليه جوج الاسابيع. صحيح. بالنسبه للناس ديال اللائحه باء، هنا غادي نفتح واحد القوس. كان خرج واحد القرار من واحد يعني بلاغ من وزارة الخارجية، قالوا على أنه كاين بعض الدول اللي كانوا في اللائحة باء ورجعوا للائحة ألف، يعني من بين هاد الدول واللي كنت هضرت عليها تقدروا تمشيو لا فيديو تسمعوا الكلام ديالي، راه الكلام مسجل. قلت على أنه هاد البلاد اللي هي أوكرانيا راه بها العديد من الطلبة المغاربة. الناس قرات هذاك البلاغ كيما قريته أنا وفرحوا، وكاين كثير من دوك الطلبه ما داينينش التلقيح، يعني قالوا مزيه كان نديرو غير بي سي ار ونقدروا نمشيو بلادنا بلا ما نديرو حجر صحي، وكانوا دايرين ريزيرفاسيون في دي زوتيل انولير، وهذوك لي ريزيرفاسيون نتيجه هذاك البلاغ اللي قراوه هما كما قريته انا كما قراوه بزاف ديال الناس. وجيت ودرت لكم فيديو وقلت لكم الناس د اوكرانيا راه صاي ما بقاش في اللائحه الف، رجعوا من اللائحه باء، ما بقاش في اللائحه باء، عفوا رجعوا للائحه الف. من بعد تلغى تسحب هذاك التصريح نتاع وزارة الخارجية. هذوك الناس الطلبة شنو صراو لهم؟ هما في الاول فرحوا قالوا راه حنا ما دايرينش التلقيح، يعني غير البي اس ار نسافروا، كذلك انهم انولاو لي ريزيرفاسيون اللي كانوا دايرينها في لي زوتيل، يعني ما غاديش يقدروا يعاودوا يتلاقاو، بحيث انه الا جاوا دخلوا للمغرب بحيث انه الطائره عندها واحد لا دات راهم غادي يسافروا، ولكن الريزيرفاسيون ما كايناش، هذيك البلاصه مشات لهم يعني في لوتيل. فهمتوا المشكل كيفاش وقع؟ وقع مشكل كبير بزاف بحال هذا الامر. هذا بعض المرات كيعطيو شي تصريحات، كنجي مثلا انايا نقول لكم ها واشنو كاين، من بعد داك الشيء يسحب او يغير في دقائقه غير هكذا، ويصدق هذيك المعلومه اللي قلناها خاص نعاودو نقولوها ونعاودو نصححوها. تفهمنا؟ لا احباء، اذا كنتو دايرين تا
تلقيح أول وثاني كامل، ومع ذلك ديروا بي سي آر لا يتجاوز 48 ساعة. بالنسبة كذلك للأشخاص الغير ملقحين، حتى هما ديروا بي سي آر لا يتجاوز 48 ساعة، زائد حجر صحي في لي زوتيل اللي الدولة محددهم ليكم، كذلك انه على نفقتكم كل شيء، كذلك انه في اليوم التاسع تعاودوا ديروا بي سي ار. واللي غير ملقحين حيدوا لهم، واللي ملقحين اسمحوا لي، واللي ملقحين بالتلقيح الاول والتلقيح الثاني حيدوا لكم فقط الشرط ديال انه ديروا حجر صحي. اما الشرط باش انه ديروا بي سي ار لا يتجاوز 140 ساعه واخا راكو داني التلقيح، مجبرين انكم ديروه. بالنسبه بعد الرحلات اللي كنت قلت لكم غادي تبدا نهار الاربعاء اللي غادي تكون من باريس من باريس الى فاس، وكذلك هاد الرحلات اللي غادي تزاد قالوا من امستردام وبروكسل وليون وتولوز وبوردو ومارسي ومونبوليي. البنات اللي كتقول لي منين كنقطع، انتوما خصكم تقلبوا اخواتاتي، سواء غايانير سواء العربيه سواء غوايال ار ماروك سواء اير فرانس، راني عارفه كتقلبوا على ثمن اللي يكون مناسب، قلبوا في اي يعني سواء توي فلاي سواء يعني تبقاو تقلبوا تقلبوا، هادشي راه كياخذ يعني كياخذ وقت فعلا. ولا ديروا kayak.com وهي كدير لكم لا كومباريزون، مقارنه ما بين كاع لي فول وتعطيكم الاثمنه. بالنسبه للرحلات البحريه انترشيبينغ دخلت البارح وبقيت نشوف عاد كيديروا لا ميزاجور، وشنو عطاني؟ عطاني الثمن. الثمن اللي عطاني غادي نخليه لكم في اخر لا فيديو، واخا غادي يجي لا فيديو طويل ولكن فيه معلومات ونصائح بزاف. عطاني الثمن شي 300 وشي حاجه، مزيان فوغ دو بيرسون، درت انايا والزوج ديالي مزيان، ولكن ما عطانيش بحال نقولوا التكمله باش نشوف واش نقدر نقطع لا كابين واش ما عطانيش التكمله. المهم غادي نخلي لكم باش تشوفوا، وهو كيدير لك بحال اللي كيطبلوكا، خاص تولي تخرجي خاص تولي تدخلي، يعني لو سيت نقولوا مفتوح وما مفتوحش. الوغ بالنسبه فاش تبغوا تقطعوا، جوج النصائح، خص يكون الباسبور ديالكم حداكم وتكون البطاقه البنكيه حداكم، ماشي تشوفوا لو بري نتاع الباطو ولا الرحله نتاع الباطو ولا الرحله ديال الطائره وتبقاو عاد تدوروا اه لقيت واحد البيي وتبقاي عاد كتقل. منين تكوني حاطه لورديناتور حداك ولا التليفون ولا الطابلات، حتى حداك الباسبور ديالك والبطاقه البنكيه ديالك. صاي هادو نصائح. كذلك بالنسبه للناس اللي عندكم اي استفسار، الناس اللي عندكم الباسبور احمر ولا الباسبور خضر، المهم ناس د فرنسا هادي نعاودها شحال مره كنقولها، عندكم اي استفسار يخص شي حاجه اداريه ولا قانونيه ولا حتى في السفر بالنسبه لا دوان بالنسبه للمطار، اتصلوا 3939 يقدروا يعطوكم معلومات ربما اللي انايا ما عرفتش نعطيهم لكم او لا انايا ما عارفاهمش. 3939 ساهلين الاخ اخوات والاخوان، سولوا 3939 صايي. كذلك بالنسبه للناس اللي عندكم باسبور احمر، تقدروا انكم تكريو واحد لو سيت في اغيان، غادي تقولوا لي شنو هي هاد اغيان. اغيان كيسجلوا فيها جميع الناس اللي عندهم الجنسيه الفرنسيه ويكونوا هادي يسافروا. فاش غادي تنفعكم؟ غادي تنفعكم وهو انه فاش تكونوا خارج فرنسا، يعني فرنسا كيف كنقولوا كدير لكم بحال اللي نقولوا يعني بحال نقولوا كتخاف على ولادها بحال هكا المعنى، يعني كتقول لكم نتوما غادي تخرجوا خارج فرنسا، اي حاجه كتصرى واي حاجه كتطرى او لا شي اليرت شي حاجه كاينه ولا غادي توصلكم، يعني توصلكم من خلال فاش تحلوا هذا الكونت غادي تدخلوا المعلومات ديالكم بطبيعه الحال غادي يعرف يبلغوكم. هذا هو الافاده ديال هاد اغيان، غادي نكتبها لكم هنايا. نظن انني جبت لكم جميع المعلومات وقلت لكم الشروط وقلت لكم الورقات اللي خاصكم تجمعوها، وقلت لكم في حاله ما كان عندكم شي تساؤل ربما شويه فين تقدروا تتصلوا، عطيت لكم يعني كل شيء الاخوان والاخوات. واخا جا الفيديو طويل نقول لكم شجعونا باللايك ديالكم، يعني راه حنا كنديروا مجهود باش اننا راه مجهود فعلا مجهود في المعلومه وكلش باش اننا نجيو اننا نقدموا لكم يعني واحد الحاجه اللي هي تستافدوا منها وتفرحكم كذلك. الناس اللي اول مره كتشوف القناه اذا عجبكم المحتوى شاركوا معنا وفعلوا الجرس هكذا باش توصلوا. نقول لكم في امان الله نشوفكم ان شاء الله فيديو قادم. ندير اون ريزيرفاسيون طبيعه الحال ما كتكمليش لا ريزيرفاسيون وكيكتب لي هنايا لو تراجي اي انولي، فاش يدير لكم هكذا خرجوا من لو سيت وعاودوا رجعوا. هو مثلا انا درت غير تجربه باش هكذا نوري لكم، درت على انه مثلا جوج الناس مع سياره عطات 375 اورو،
اللي خاصكم عاد كنت تعرفوه انه 375 اورو راه فيها غير السياج، يعني غادي تكون غير فوتوي. كاينين الناس اللي راه مثلا هنا غتجلسوا في البحر 40 ساعه ما يقدرش الفوتوي، خصكم تردوا البال ديالكم لهذا الامر. واش غادي تريزيرفيو حتى اون كابين يعني فين تكونوا ترتاحوا، او لا نتوما عندكم يعني زايد ناقص انكم تكون عندكم حتى اون سياج هكذا؟ هو غير باش تشوفوا، درت لكم هنايا فقط. هو دخلت راه نظن الاغلبيه ديالكم كيدير لهم لو تراجي ايتانولي، سي نورمال باسكو هاد يعني هاد لو سيت نتاع انتر تشيبينغ كلشي باغي طبيعه الحال يمشي وريزيرفي، كيوقع عليه بحال الضغط. ولكن انا اللي غادي نقدر نقول لكم ديروا محاوله وعاودوا ديروا محاوله. هو لو بري اللي راكم كتشوفوا 375 اورو. كاينين الناس اللي انهم دخلوا ومثلا ريزيرفاو على حسب لي كومونتير اللي جاوني البارح، كاين الناس اللي دخلوا وريزيرفاو ماشي بهاد يعني هاد لو سيت هذا ريزيرفاو يعني باطو المغرب، كاين اللي مازال ما توصلش بالكونفيرماسيون بلي انه صايي في الايميل ديالو. صايي اذا قدرتوا انكم تشوفوا عبر لاجونس شوفوا عبر لاجونس.